أهلا بكم من جديد. نفت حكومة جبل طارق ما ذكرته وكالة أنباء إيرانية بأن ناقلة النفط غريس واحد ستغادر المنطقة البريطانية اليوم. بدورها قالت الحكومة البريطانية أن التحقيقات بشأن ناقلة النفط الإيرانية مسألة تخص سلطات جبل طارق. ورفض المتحدث باسم الخارجية البريطانية الإدلاء بأي تصريح بسبب استمرار التحقيق حول الاشتباه بأن الناقلة كانت تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك واضح لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما نفته إيران. وكانت إيران قد أعربت عن أملها بالإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة قبالة جبل طارق قريبا. هذه التصريحات جاءت على لسان معاون الشؤون البحرية في منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية جليل إسلامي. أمريكا بشكل أساسي ولاحقا بريطانيا سعيا إلى فرض أجواء سياسية ونوعا ما أمنية من خلال الدعوة للمشاركة في تحالف عسكري يرافق السفن في الخليج الفارسي، وقالوا إنهم وجهوا الدعوة لستين دولة، ولكن كما أعلن في وسائل الإعلام لم يستجب إلا بريطانيا والكيان المحتل للقدس، لذا فإن مشروعهم فاشل ولا يمكن تنفيذه. وينضم إلينا من طهران مراسلنا حازم كلاس. أهلا بك حازم. تضارب في الروايات، ما هي آخر تفاصيل الرواية الإيرانية؟ آخر تفاصيل الرواية الإيرانية هي ما أورده التلفزيون الإيراني قبل قليل نقلا عن مصادر مطلعة، وقال أنه سيتم الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني غريس 1 خلال 48 ساعة المقبلة. هذه هي آخر فصول هذه الرواية، بعد أن تناقلت وسائل إعلام إيرانية ووكالات أنباء إيرانية أنباء بأن الإفراج عن الناقلة سيتم مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي جبل طارق بطبيعة الحال، ولكن يبدو أن الترتيبات التي تم اتخاذها على الصعد الدبلوماسية والقانونية والحقوقية بحسب التلفزيون الإيراني ستؤدي إلى الإفراج عن هذه الناقلة خلال الساعات 48 المقبلة. بطبيعة الحال يأتي ذلك تزامنا مع انتهاء حكم القضاء في لدى سلطات جبل طارق، والذي كان قد مدد احتجاز ناقلة النفط الإيراني حتى 15 من الشهر الجاري، أي حتى يوم الأحد المقبل. وكان من المقرر أو من المقرر فعلا ربما أن تعقد المحكمة يوم الخميس أو الجمعة جلسة لإعادة النظر بقرارها، إما لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيراني أو للإفراج عنها. يوم أمس كان هناك نوع من أو خطوة أدت إلى الكثير من التحليلات، وهي أن الناقلة المحتجزة وبعد أن الموقوفة وبعد أن أوقفت لحوالي شهر ونيف، ولأول مرة أصدرت إشارة عبر جهاز التتبع بأنها ستتحرك باتجاه المغرب، وعادت وهذه الإشارة وأوقفت هذه الإشارة وبقيت مكانها دون أن تتحرك. بحسب مصادر للعربي فإن توافقات جرت بين الطرفين بعد أن تم تبادل وثائق بينهما بين إيران وبريطانيا على وجه التحديد ستؤدي إلى الإفراج عن هذه الناقلة، ولكن العقدة كانت هي ربما بتزامن الإفراج عن الناقلة البريطانية أيضا المحتجزة قبال سواحل بندر عباس، ويبدو أنه سيصار إلى التسريع بإفراجها بعد الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني. حازم كلاس مراسلنا من طهران، شكرا لك على هذه الإحاطة. ينضم إلينا من طهران السيد مصطفى خوش تشامب مدير تحرير القسم الإنجليزي لوكالة فارس. أهلا بك سيد مصطفى. يعني رغم نفي حكومة جبل طارق مغادرة ناقلة النفط الإيرانية من المنطقة البريطانية اليوم، إلا أن تضارب يعني هذه التصريحات أثارت التساؤلات حول ما إذا كانت هناك صفقة ربما تبادلية تحاكى في الخفاء، ما رأيك؟ نعم، شكرا لاستضافتي. في الواقع كان هنالك تقارير من وسائل الإعلام تحدثت حول إعلان سلطات جبل طارق رغبتها في خفض التصعيد في هذه المسألة.
وفي الليلة السابقة بعد زيارة بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى لندن علمنا أو وصلت تقارير الإعلام أفادت بأن لدى السلطات في جبل طارق رغبة في خفض مستوى التصعيد وتخفيف في هذه المسألة وبأن هذه المشكلة في طريقها إلى الحل. ولكن إلى الآن فترة احتجاز السفينة التي استمرت منذ شهر هي على وشك الانقضاء، وبالتالي السلطات البريطانية سوف تفرج عن السفينة، ولكن لا يمكن الجزم حول أي شيء في هذه المسألة. طيب، يعني قرار المحكمة العليا في جبل طارق بتمديد احتجاز الناقلة ينتهي بعد يومين في التاريخ في 15 من هذا الشهر، يعني ماذا يعني خروج كل هذه التصريحات اليوم تحديدا؟ نعم، كان هنالك آراء تبادلها الطرفان كما قلت، وذكر فيها أعرب فيها عن رغبتهما في خفض التصعيد في هذه المشكلة، والطرف الآخر يبدي ويعرب عن بعض الآمال وعن نيته في خفض التوتر الحاصل بشأن هذه المسألة. وهذا هو الموقف أيضا هنا في إيران، هنالك تداعيات اقتصادية تترتب على هذه المسألة، وربما في نهاية المطاف قد تفضي إلى تغيير حكومي في المملكة المتحدة. وبالتأكيد مثلما سمعنا ليلة أمس في تصريح جون بولتون، قال بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستبحثان وستعملان على خططهما لاحقا. أما في الواقع البريطانيون وطريقة معاملتهم لمسألة البريكزيت وطريقة تعاملهم أيضا مع مسألة احتجاز السفينة غريس 1 هي مفهومة أيضا، وعلى الرغم من أنها لم تتأخر كثيرا لكننا ما نزال نعتقد أنهم تأخروا في بحث هذه النقطة وفي التوصل إلى حل لإنهاء هذه المشكلة وإنهاء التوتر الحاصل بسببها، لأن إذا ما استمرت السلطات البريطانية في التعاطي مع هذه المشكلة ومع هذه الأزمة بنفس الطريقة، فأنا أتوقع أن يكون هنالك تصعيد في حركة في فرض المزيد من القيود على حركة الملاحة وعلى الحركة التجارية. وبالتأكيد إذا ما فكرت المملكة المتحدة الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة طمعا في إبرام اتفاق اقتصادي كما نعلم، فهي قد تتجه نحو سياسات أكثر حدة. طيب سيد مصطفى، يعني شيء بالشيء يذكر، يعني في خضم هذه التصريحات يعني المتضاربة إنجاز لنا التعبير، يعني البحرية الملكية البريطانية أعلنت اليوم التحاق فرقاطة بسفن بريطانية في مضيق هرمز، كيف تابعت هذا الإعلان؟ أنا أعتقد بأن البريطانيين قرروا التوصل إلى حل بشأن السفن المحتجزة، ومن أجل المضي في ذلك، لكن إذا وذلك قبل أن يتحركوا باتجاه الاصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في سياساتهم إجمالا في سياساتهم الاقتصادية، ولكن إذا ما أبقوا على هذه المشكلة دون حل فنحن نتوقع أن يكون هنالك تداعيات جسيمة لهذه السياسة.
فهم يعلمون بأن المناورات السياسية إزاء هذه المسألة لن تفضي إلى حل، لذلك قد يرغبون في احتواء تداعيات هذه الأزمة وعدم المضي في التوترات بعيدا وإبقاء الأمر على ما هو عليه في الوقت الراهن فيما يتطلعون إلى إنهاء اتفاقهم الاقتصادي واحتمالاته مع الولايات المتحدة الأمريكية وما قد يحققونه من مكاسب. ولكن يتعين علينا أن نتذكر بأن السلطات البريطانية حين احتجزت الناقلة البريطانية كان هنالك مسبقا قطع حربية بحرية بريطانية في الخليج في مضيق هرمز، ولكنها لم تتحرك لأنهم يعلمون بأنهم لا يرغبون في دفع الأمور إلى مزيد من التصعيد. ومنذ 5 إلى 6 أسابيع مضت قالوا في بريطانيا بأنهم يرغبون بإرسال قطاعهم العسكرية فقط من أجل تأمين الحماية لسفنهم وناقلاتهم البريطانية، وأنهم لا يرغبون في دفع الأمور نحو مزيد من التوتر. فهم يعلمون بأن أحدا لا يمكنه أن يخرج رابحا من أي مواجهة محتملة، لذلك فهم يقدمون على اتخاذ خطوات أكثر حذرا الآن. شكرا لك سيد مصطفى خوشتشم مدير تحرير القسم الإنجليزي لوكالة فارس.